لما كبر وعرف ان والدته متوفيه وانه هذه خالته وعرف وهو كبير، كان نفسه يشوف صوره لها، نفسه يعني بس يشوف صوره او احد يوصفها يقول له يعني. فما كانش ليها صوره للاسف، على يعني خالته ما كانت بتقول له انه ما كانت تحب تتصور. فكان هادي الناحيه كتير مأثره في نفسيه طلال كتير كتير، لدرجه ان يعني كان لما بيجينا احد يزورنا من عيلته، ست كبيره مثلا، فكان يقعد زي الطفل والله جنبها يسالها كيف كان شكلها، بالله اوصفي لي كيف يعني، كانت بيضه ولا سمراء يعني، كان شعرها طويل ولا قصير. فكنت اقول له يا طلال انت عمرك يعني 60 سنه لسه يعني مأثر فيك ان انت ما شفت صورتها؟ يقول لي ما تتخيلي قد ايش يعني، نفسي اشوفها، نفسي احد يوصف لي كيف شكلها كان. كانت توصف له